أرى أنه يفرق ما بين الموسيقى وما بين الموسيقى المصحوبة بالغناء. فأما الغناء المعاصر المعهود فكله حرام سواء كان من الرجال أو كان من النساء، ولا ارتياب عندي فيه. أما ما يعرف بالموسيقى فإن غالب الظن أن ما يعرف بالموسيقى العسكرية أو الموسيقى التي يؤتى بها مؤثرات الصوتية في الفواصل كما في نشرات الأخبار أو فيما أشبه ذلك مما لا يخاطب فؤادا ولا يحرك شجنا ولا يثير غريزة، مثل ما يعرف بالسلام الملكي، بالسلام الجمهوري، بالسلام الأميري. فهذه كلها من الصعب في ظني إدراجها في المحرمات. لكن ما يعرف بالغناء سواء كان في محفل أو في غير محفل، هذا الذي يحرك العواطف ويثير الغرائز ولا يخفى أثره على الناس رجالا ونساء، هذا لا ارتياب عندي في حرمته.